عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم درس زيارة العقبة ونبدأ بالتحدث. في البداية دعونا نسترجع قراءة الدرس سوية. زيارة العقبة. سافرت أسرة مازن إلى العقبة. نزلت الأسرة إلى الشاطئ. لعب مازن ورامي بالكرة. لعبت مريم تحت شجرة النخيل وبنت بيتا صغيرا من الرمل. جلس الوالدان على مقعد من خشب. نظرت أم مازن إلى البحر وقالت: ما أجمل هذه الطبيعة، البحر واسع والمياه زرقاء والهواء عليل. ركبت الأسرة القارب الزجاجي وشاهدت الأسماك الملونة والمرجان في البحر. سمعت مريم صوتا عاليا فشعرت بالخوف. قال أبوها: لا تخافي، هذا صوت البواخر التي تحمل البضائع وتنقل الركاب. قبل الانتقال إلى صور الدرس سنتحدث قليلا عن العقبة. العقبة هي مدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، تقع في أقصى جنوب المملكة الأردنية على ساحل البحر الأحمر. تعد خامس أكبر مدينة في المملكة، تعتبر أكثر مدينة سياحية وجاذبة للسواح لأسباب متنوعة. والآن سننتقل إلى صور الدرس. الصورة الأولى نشاهد لعب رامي ومازن بالكرة. الصورة الثانية جلس الوالدان على مقعد من خشب. الصورة الثالثة ركبت الأسرة القارب الزجاجي. انتهى الدرس. إلى اللقاء.